لا يوجد جزائري أو عربي لا يعرف شخصية المفتش الطاهر التي قام بأدائها الممثل الكبير حاج عبد الرحمن، الذي توفي سنة 1981 وعمره لا يتجاوز 40 سنة، رحمه الله. فما سر وفاته الغامض؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. من أشهر ما أنجبت الجزائر في عالم الفن والتمثيل، فنان استطاع ترك أكبر البصمات في التاريخ المسرح والسينما الجزائرية، الفنان القدير المفتش الطاهر. اسمه الحقيقي هو حاج عبد الرحمن، المولود يوم 12 أكتوبر سنة 1940 بالجزائر العاصمة، من عائلة ينحدر أصلها من ولاية جيجل. أصل عائلته من الطاهير بولاية جيجل، ومنها اتخذ اسمه الفني المفتش الطاهر. تقمص عدة أدوار عبر مسيرته الفنية في السينما والمسرح ومات فقيرا. كانت انطلاقته في عالم الفن في مطلع الستينيات، أين اشتغل مصور وتقني. صعد على خشبة المسرح وقدم عدة مسرحيات تحت اسم المفتش الطاهر رفقة العديد من الممثلين ورفيق دربه الممثل القادر يحيى بن مبروك لابرنتي، واشتهر خاصة في السينما والتلفزيون في العديد من الأعمال الفنية كفيلم الفأر سنة 1968، عطلة المفتش الطاهر سنة 1972، والمفتش الطاهر يسجل الهدف سنة 1977 للمخرج موسى حداد. وكان مخرجا لفيلم شعبية وساعة و45 دقيقة سنة 1974. استطاع حاج عبد الرحمن أن يتجاوز كثيرا من المحترفين رغم تعليمه المحدود. وقد غطى حضورها على كثير من الممثلين في حياته، حيث أنه اكتشف بعضهم ومن بينهم ممثل كبير يملك شعبية جارفة، وهو عثمان عريوات الذي عمل معه في المسرح وأدى معه بعض الأدوار الثانوية في أفلامه، إضافة إلى الممثل حسين الحسني الذي صنع رصيدا كبيرا في التمثيل. كان حاج عبد الرحمن عصاميا بسبب الطفولة الصعبة التي عاشها في مدينة الحراش، وقد انعكس ذلك في تعليمه المحدود نتيجة للظروف القاسية التي عاشها، لكنه أحب الفن وتعلق به بشكل كبير. ليتجلى هذا الحب في تعلقه الكبير بعمالقة المسرح الجزائري أمثال محمد التوري ورشيد قسنطيني وعلال المحب الذي وقف معه على الخشبة، وهو الاسم الذي اعتبره رمزا وقدوة له بعد أن مهد له الطريق وعمل معه في مسرحية بنادق الأم الكرار للمسرح الألماني بارتولت بريخت. لهذا بدأ حاج عبد الرحمن مغامرته في صناعة المواقف الكوميدية والسكتشات القصيرة مع رفيق دربه عملاق المسرح والتمثيل يحيى بن مبروك، الذي قام بدور لبرنتي وأصبح فيما بعد رفيق النجاح والتركيب التي لا يمكن أن تنجح دون حضورهما معا، سواء في المسرح أو المقالب والثنائيات المسرحية، وانتهاء بالسينما وعواملها الساحرة وانتشارها الواسع. وقد ربط المتلقي الجزائري صورة الممثلين في إطار واحد. لا يمكن لأحد منهما أن ينفصل عن الثاني، وانطلاقا من ذكاء حاج عبد الرحمن وحسه السينمائي، فإنه ابتكر شخصية المفتش الطاهر الذي يتحدث باللهجة الجيجلية، وأصبحت حاضرة في كل أفلامه وأعماله. وقد عرف بها لدرجة أن هناك فئة واسعة من الجمهور تعتقد بأنه ينحدر من تلك الجهة وتربى فيها. غير أن الواقع يقول أنه تربى في مدينة الحراش القريبة من العاصمة الجزائرية،
ورغم أنه أضاف وأطنب وزاد في تلك اللهجة الجيجلية. فإن سكان تلك المنطقة تقبلوا هذه الشخصية بصدر رحب وتفاعلوا معها مع الوقت رغم تحفظهم في أول الأمر، حتى أحبوه مع الزمن لدرجة كبيرة، وربما باتوا يفتخرون بكونهم حاج عبد الرحمن اختار لهجتهم. وبعد سنوات من وفاته انتشرت هذه اللهجة بين عدد من المؤيدين والممثلين، وأصبحت طريقة تمثيلية معروفة يستقطب من خلالها الجمهور. لقد اكتشف موسى حداد وأظهر موهبة حاج عبد الرحمن سينمائيا بعدما كانت تلك النجومية محصورة في المسرح والتلفزيون. وقد كان أول تعاون بينهما سنة 1967 في فيلم المفتش يقود التحقيق. توفي حاج عبد الرحمن يوم 5 أكتوبر 1981 بمدينة باريس. بمرض غريب في ذلك الوقت، تاركا أكبر الإنجازات في تاريخ السينما الجزائرية. وشارك جمهوره أفضل الذكريات على شاشة التلفزيون الجزائري. رحمك الله يا فخر السينما والتلفزيون في الجزائر. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.